مع بداية تساقط أول زخات المطر داخل البلاد، يشد الجميع رحالهم إلى أماكن الخضرة والمنابع بحثاً عن جو مريح للاستجمام والراحة، تاركين وراءهم زحمة العاصمة وحيويتها إلى بعد حين. تختلف وجهات البعض، فهناك من يقضي خريفه شرق موريتانيا، حيث تمتاز مناطقه في غالب الأحيان بكثرة المناظر السياحية الجميلة، ويحتضن في كل موسم خريف أكبر عدد من المستجمين على عكس ربوع الوطن الأخرى. وعن مناخ هذا الموسم في موريتانيا، فيتسم النصف الأول لفصل الخريف بسمات فصل الصيف، حيث تشهد أول أيامه ارتفاعات مؤقتة في درجة الحرارة، أما النصف الثاني فيشهد انخفاضا في درجة الحرارة نتيجة لتساقطات المطرية. شاركنا تجربتك مع الخريف.